مساء الخير. 163 شهيدا، 6000 جريح، 30 مفقودا، وقوة العصف أطاحت حكومة حسان دياب التي لم يجري انتشالها من تحت الأنقاض. فعشية ذكرى الأسبوع على كارثة المرفأ، كانت الحكومة تقيم مراسم تشييع لنفسها وتتساقط وزيرا تلو آخر باستقالات فردية انتهت بظهور دياب هذا المساء معلنا الاستسلام، لكنه شن حملة كبيرة على كل مجرمي السلطة قائلا: نتراجع اليوم خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس وخوض معركة التغيير. وقال إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها. وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت. وصل دياب إلى الاستقالة بعد ركام طمر حكومته وحاصرها من جهة مرفأ بيروت ومن جهة مرفأ نبيه بر النيابي، الذي نصب له جلسة محاسبة الخميس عزم فيها على إسقاط الحكومة بطرح الثقة، ليس لمسؤولية حكومته عن الإهمال والمعرفة المسبقة بالمواد المتفجرة، إنما لأن حسان دياب جازف بنترات أمونيوم نيابية طارحا انتخابات نيابية مبكرة، وهو ما أقلق مطرقة بري. ومع تبلغه نبأ وفاته سياسيا، ظل دياب يلفظ روحا أخيرة وينتظر اتصالات قد تعيد ترميم حكومة مهشمة. استقال وزراء، أبلغه آخرون نيتهم الاستقالة، أبعدت جلسة مجلس الوزراء من أبعبدة إلى السرايا، وظل دياب آخر الناطقين بشهادة الرحيل. وفي خطاب الاستقالة، فإن كل ما قدمه رئيس الحكومة كان صحيحا، لكن من هم هؤلاء الفاسدون والمجرمون والمعرقلون والمتبدلون والذين هم اليوم في مصاف المجرمين؟ ولو سماهم دياب منذ اليوم الأول لوصوله إلى الحكومة وبدأ التحقيقات مع الفاسدين لما انهدم الهيكل عليه. وفي أوراقه المقررة على طاولة مجلس الوزراء، وقع دياب على إحالة جريمة المرفأ إلى المجلس العدلي الذي طرحته وزيرة العدل ماري كلود نجم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشيل عون. أما الأوراق الأخرى للسياسيين فكانت تقلب في الأسماء البديلة وفي مصير مجلس النواب وانتخاباته المبكرة إن أقرت، وليس في التحقيقات التي ينتظرها الناس لتحديد المسؤولين عن ضرب اللبنانيين بأسلحة كيماوية. فما مصير مجلس النواب بعد سبحة الاستقالات؟ ذلك هو السؤال الذي أرق السياسيين، وليس البحث عن مصير المفقودين أو ظهور مسؤول واحد من ضمن مجوقل سياسي حكومي نيابي أمني حكم البلاد منذ عام 2013. كلهم تبلغوا وكلهم تنصلوا. إذا كانت حكومة دياب قد غادرت سفينتها من مرفأ بيروت، فيجب أن تجري الرياح بما تشتهي سفن الشعب. مجلس الوزراء قصر عمره، فمن يقصف عمر مجلس النواب مجتمعا ويحصل على وعد من انتخابات مبكرة جدا، ومعها على تعهد بعدم ترشح نبيه بري لولاية سابعة؟ ومن يدفع باتجاه تقصير ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي لا يزول إلا بخرقه الدستور أو بتهمة الخيانة العظمى؟ فالشعب يريد، وما يحصل اليوم ليس خرقا للدستور فحسب، إنما خروق متكررة لرغبة الناس بعد إبادة 163 مواطنا بمواد كيميائية. فهذه السلطة التي لم تقوى على مجرد إنجاز تشكيلات قضائية، واختلفت على كهرباء في سلعاتا، ولم تقدم على إصلاح واحد، هي سلطة تحت الركام.